تخيلوا معنا اننا نوليو شي كيقتل شي وكنتساراو وغادي جنبا الى جنب هاد المدينه. تخيلوا واش هاد الناس ما غاديش يقدروا يقتلوا ولا غير انتم اللي كتعرفوا تقتلوا؟ وتخيلوا واش هاد الناس ما غاديش يعرفوا يحكم؟ ما درتم تتهاونون في اخذ حق المواطنين، سوف تندمون، ستندمون على هاد الحاله اللي كديروا. وتذكروا دائما بان الوطن ماشي هو الشخص اللي كتحميه، الوطن هو نحن جميعا، وانتم امن وطني، لا انتم جيش ملكي ولا انتم درك ملكي، انتم امن وطني. تذكروا هذا المعطى مزيان، وما تنساوش بان الضم كيدير يدين ورجلين وكيعوم. ولهذا راه من السهل باننا نوليو واحد النهار كنتعداو على بعضياتنا وخارجين كل بصباره ولا كل بجنوي ولا كل ما نعرف اش. ما دمتم تتهاونون وما دامت هذه المحكمه تتهاون، سيكون لنا يوم عظيم في هذه البلاد، وسيكون لنا خراب عظيم يتسنانا، لان الظلم فات الحد، ولان الفساد فات الحد، ولان هذه البلاد عيال في الصراخ.